بونجور، نرجع مرة أخرى نحكي على ملف المجتاحين الأفارقة للأراضي التونسية أو المهاجرين غير الشرعيين. وأنا ما يهمنيش برشا أنه نحكيه على المهجرين ولا الضحايا ولا ضحايا الحقبة الاستعمارية، هذا ما يعنيناش احنا في تونس. مشنا هنا باش نعوضوا للناس اللي الاستعمار سرق لهم ثرواتهم، وكي الاستعمار سرق لهم ثرواتهم ما لا خليهم يتعداو، علاش حصرهم لنا؟ انا ما يهمني هو سلامة التراب التونسي، هو امن التونسيين. في الملف هذايا ما نحبش نتعداو من مرحلة الفشل في إدارة الملف إلى مرحلة إدارة الفشل. اللي يحب يعرف الناس هذه كاش تدخل كل يوم بالأعداد الكبيرة ينجم يسأل وزير الداخلية، لأن المنظومة الحدودية عند وزارة الداخلية. وما نتصورش لو كانت الدولة ما تعرفش اليوم اللي فما أمر كبير على حدودها من الطرف الجزائري، 80 أو 90% من اللي قاعدين يدفقوا مش هم قاعدين يدخلوا من المعابر الرسمية وبالباسبورات، راهم قاعدين يدخلوا خلسة، وهذا عار على الدولة إذا كان هداك في اليوم عاجزة على أنها تحمي حدودها. هذا عار، وهذا يأثر على السياحة ويأثر على الاستثمار في تونس إذا كانت تقولي بلادنا غير قادرة على حماية حدودها. التواجد الأفارقة هذه في الحلقة الضعيفة اللي هي تونس راهو عنده أسباب. راهو حالة الاختناق المالي اللي نعيشوا فيها هي اللي خلت الأوروبيين اليوم وعلى وجه الخصوص تلاقي يستغلونا، وخلتنا نصدروا الأمر 181 في 5 أبريل 2024 المتعلق بإنجاد البحريين المنكوبين أو المكروبين. شوف، نحن عنا 3 مشاكل. عنا ناس لو موجودين، عنا تدفقات من الحدود البرية، وعنا مشكل آخر مهم مع الطلايب، مشكل القوارب اللي تتشد في المياه الدولية. يا هل ترى هذه يلزوها يرجعوها للمياه الإقليمية التونسية وناخذوها احنا بقطع نظر منين خرجت، من الجزائر، من ليبيا، من تونس، ولا ياخذوها هما؟ وهذا مشكل آخر كبير، لأنه التدفق يكون من برا ويكون حتى بحرا بإرجاع القوارب اللي تشدها الخافرات الإيطالية في المياه الدولية. تلاين راهو الحزب اليميني هذا المتطرف الحاكم في إيطاليا يساعدوا يبقاوا ويكونوا الأفارقة موجودين في تونس، لأنه هذا يبقى أداة متاع حكم وأداة متاع ترويج. وميلوني اليوم نجحت في البرنامج وفي استقطاب الشعب الإيطالي، وأنه إبقائهم في تونس هو إبقاء على التهديد بالاجتياح الإيطالي. ويولي الحزب اليميني إذا كان ما تنتخبوناش نحنا هاو يستناو فيكم في تونس باش يجتاحوا إيطاليا، علما أنه راهو اللي يجتاحوا إيطاليا ويدخل لامبادوزا ما يقعدوش في إيطاليا، راهو يمشيو لأوروبا، باقي البلدان الأوروبية وخاصة فرنسا. ولذا نحن اليوم بدون رؤية، يا خويا اش تحبوا تعملوا؟ تقعدوا توزعوا فيهم بجاز الباب وجندوبة وما نعرفش وين ونفزة وباجة، إي وين ماشيين؟ إي هذه حلول ترميوا فيهم في الغيب تاع الزيتون، في الغيب تاع اللوز، ويأثروا على الفلاحة ويأثروا على الاستقرار. الناس هذه لازم يقع عزلها في مكان وابعادها، ما يلزمهاش تتخلط مع المواطنين. اعملوا كما عملت المغرب لمتهم في سبتة ومليلة مقابل اسبانيا وابتزت بهم اوروبا. هاو عنا نحن، عنا جالتا، عنا في جهة الهوارية هاو مقرابة دوما لامبادوزا، عنا حتى في جهة قرقنا فما جزيرة ما نستحضرش اسمها توا. حطوهم غادي في انتظار انه تلقاو بهم حل ويكونوا ورقة ضغط تفاوضوا بها، مش ان نهبطوا يدينا ونقعدوا نحكيو ومليارات تدفق ميسي نورمال. كل ظاهرة فيها ناس تستنفع منها، وهذا اليوم دور الدولة
انها الساعه تسكر اليوم، تسكر، انشر الجيش، انشر على الحدود ما دام تعرف الجزائري قاعد يتامر علينا، وانه الناس هذوما ما كان جانا عندنا حدود معاهم، ما رانا عندنا 3 ولا 4 ملايين تو من 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 جنوب الصحراء. هذا يشقوا الجزائر الكل، راهو يعبيوا فيهم في الكمين ويهبطوا فيهم الحدود التونسيه. ما السلطه والدوله ما جماش تتسائل. شو يهمك في الجمعيات اللي هنا؟ موجودين جمعيات وموجوده فلوس وموجوده كذا، انت احمي حدودك وحمر عينيك مع الجزيريه وحمر عينيك مع الطليان واعرف كيفاش تفاوض بهم في وقت معين، اما مش نرفعوا شعارات ونهبطوا امر مش حتى قانون باش نلزموا الدوله بالحمايه والانجاب، ومن الغد نقولوا لا للتوطين وما عندناش رؤيه في التصرف فيهم في الناس اللي موجوده طول هنا. سيب البحر، سيبهم خليهم يمشيوا. سامحني انت تو حل حدودك البريه ماكش مسيطر عليها، هما قاعدين يدفقوا ومن الغد مسكر، تحب تسكر البحر اي وانت حتى تمشي يعني مش توطنهم بطبيعتك. ولذا يلزمنا رؤيه واضحه ورؤيه تنخرط فيها كامل قوى المجتمع المدني، ورانا بلادنا هذه نحبها واختانا من البكاء و2018 وخذوا فلوس والمرزوقي نحى فيزا، يا اخي قاعدين يدخلوا بالباسبورات من مناطق العبور الرسميه هما. الحل اليوم مش في نقد الماضي، الحل اليوم في خلق تصور في اداره الازمه وفي اداره الملف وفي استعماله مع الاتحاد الاوروبي ومع الطليان، ما نهبطوش يدينا وما نهبطوش روسنا. هذا المطلوب اليوم بدون بكائيات، حتى لا نمر كما قلت من الفشل في الإدارة إلى إدارة الفشل.